أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم قول القائل يا حيل الله؟ يا حيل الله، هذا حول الحول من صفات الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من صفات الله الحول والقوة. لكن الصفة ما تدعى، ما يقال يا وجه الله، يا يد الله، يا قدرة الله، يا قوة الله، ما تدعى الصفة، وإنما يدعى الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى.